بالظبط كده. دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. هنبدا معاكم من الدولار الامريكي، وسعر البيع 19 جنيه 25 قرش، والشراء 19 جنيه و18 قرش. اليورو 19 جنيه 24 قرش للبيع، 19 جنيه و16 قرش للشراء. جنيه الاسترليني 22 جنيه 26 قرش للبيع، 22 جنيه و17 قرش للشراء. الفرنك السويسري 19 جنيه 61 قرش للبيع، 19 جنيه 53 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 79 قرش للبيع، 2 جنيه 77 قرش للشراء. ريال سعودي 5 جنيه و12 قرش للبيع، و5 جنيه و10 قروش للشراء. الدينار الكويتي 62 جنيه 49 قرش للبيع، 62 جنيه و16 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه 24 قرش للبيع، و5 جنيه 22 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده، عيار 18 سجل 949 جنيه، عيار 21 سجل 1107 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1265 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 8856 جنيه. حاولنا نعرف حضراتكم النهارده عن اسعار صرف العملات الرسميه وكمان اسعار الذهب، وهرجع مره تانية لاحمد وجمانه علشان نبدا معاكم فقره طبخيه مصر.